المهم هانتوما معايا حتى يحضر لنا ان شاء الله الفطور، نعاود نشارك معكم شنو خدينا في الفطور. بالنسبه للرحله راه دايرينها مع اميغو فياج اكادير، اجونس اللي مكلفه بهذه الرحله كامله. بالنسبه للثمن درناها ب 190 درهم، فيها امسوان وفيها الصويره وهنا تامر اللي غادي نفطروا فيه، وفيها دخل فيها الفطور حتى هو راه اكسف في البروغرام ديال الخرجه وصافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للغدا هو اللي تيخلصوا المشاركين يعني بوحدهم، هادشي اللي كاين. وبقاو دائما شوفوا صندوق الوصف، راه كنحط لكم لاباج فيسبوك ديالنا اميغو فياج اكادير، راه كنحطوا اي بروغرام وكنديروه مثلا على 15 يوم او لا على شهر، باش يلا بنادم تيوجد هكا باللي زعما على ودي الرحله. وهذا كاين الناس اللي تيكونوا خدامين تيبغيو كونجي، ولا حيت بعض الرحلات كنكونوا كنديروا فيهم 3 ايام او 4 ايام على حسب البروغرام كيفاش كيكون. المهم جميع المعلومات راه تنخليها لكم دائما صندوق الوصف. شوفوا لي هنا كاينه عاوتاني واحد الكليزه، كاينه هاد البليصه هادي حتى هي زوينه. المهم كتختاروا نتوما البلاصات اللي زعما البلاصه اللي بغيتوا تجلسوا فيها. شوفوا هاد الكليزه حتى هي صراحه زوين هادشي، وكلشي نقي، لي طواليت حتى هما كلشي صراحه نقي. هنا كلشي متول، وهنا اللي كنا فطرنا فيه دابا يلا دابا جمعوا هادشي وصافي. هادشي اللي كاين نعم وصافي. يلا سمينا الفطور ديالنا في لابانان غيف في لاغيستورون اللي قلت لكم، عندهم كلشي بيو، عندهم تيديروا حتى البنان، عندهم صراحه داكشي زوين بزاف. راه ديجا قلت لكم في الاول ديال الفيديو بلي راه كيديروا كلشي، كتعيطوا ليهم ولا كتمشيو عندهم ديريكتومون، راه عندهم دائما زعما ديما محلولين وصافي. الاشغال باقي خدامين هنا، شوفوا لي الطبيعه كيفاش دايره في التمري. واو رشيد وهذا هو الترونسبور اللي دينا، كيكون توريستيك زعما راه صراحه مريح وداكشي. نتوما يلا سير رشيد يلا شوفوا شتا شتا المرسوقة المزورة. بالنسبه لهاد البلاصه هادي اللي جينا ليها معروفه باسم رمال تملالين، واحد البلاصه اللي زوينه بزاف، فيها الرمال اولا الكتبان الرمليه اللي كيكونوا كبارين صراحه جو واعر. كيف ما كتشوفوا بلاصه خاويه قليل اللي كتعرفها، رائعه 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 بزاف، دايره بحال الرمال ديال مرزوقه. كما كتشوفوا الناس كلشي كياخذوا صور تذكاريه، ومن بعد ان شاء الله غادي نخليكم هكا مع لقطه تشوفوا هاد البلاصه هادي كيفاش دايره ونرجع لكم. Thank you.
وصلنا دابا للشاطئ ديال ام سوان. غادي نشارك معكم حتى هو انا كيفاش داير. شوفوا الاجواء صراحه زوينه، واخا الدنيا خاويه صراحه، والجو زوين واخا كاين الضباب. اي زمان يا بني سمعني دلعني تاخد عيني كمان. راه غتشرف لي شوف سيبوك سيبوك حبيبي. ازعل ازعل اهوي نصي نصي. اي زيد انا كما افضع ابعد ابعد اهوي نصي انت اكيد حسرة. المهم غادي نديرو جولة هنا في المدينة ديال ام سوان. جينا هنا لشاطئ ام سوان بالضبط. صراحه راه شاطئ صغير ماشي زعما كبير، ولكن زوين حتى هو صراحه نقي، كما قلت لكم صغير. هنا راه فيه القهاوي، الا بغيتو تاكلو ولا حتى الا بغيتو تفطرو مثلا ولا غير تقهوى، راه كاينين هنا لي كافي موجودين، وكاين كذلك حتى الحوت. راكم عارفين هاد البلاصه اصلا معروفه بالحوت اللي كيكون طري صراحه. شوفوا الصياده راه داخل البحر، جو زوين صراحه. ما كاينش الشميسه واخا شويه بدا دابا تجي تزمت الحال، ولكن ما فيهاش مشكل، ولكن البياسة يقع. تانا لا تلتحت كطلع زمينة. ضروري اللي جا لام سوان خصو يجي لهنايا ياخد تصويرات، صراحة كيطلعو واعرين التصويرات هنا زوينين ما شاء الله. راه عامر بان ليا أغلبية هادشي الناس الرحالات. صراحه كاينين دي كافي زوينين هنايا، واثمنه صراحه مناسبه زعما ما غاليينش. وريكم هنا حتى هو كيفاش داير، كلشي كيتصور كلشي. وهنا كيف ما كتشوفوا شدينا الطريق للصويره، لمدينه الصويره. وقبل ما ندخلوا لمدينه الصويره غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي زوينه بزاف اللي كتسمى بالديابات اولا غونش ديابات، واحد البلاصه اللي زوينه صراحه، معروفه بركوب الخيل، كيديروا لي كواد، كيديروا الجلسات هكا حدا البحر صراحه، انه داك الشيء غزال بزاف. غادي نحاول نخلي لكم هكا بعض اللقطات تشوفوا كيفاش داير، شوفوا لي غير المناظر ديال الطريق كيفاش دايره. صراحه قليل هاد البلاصه اللي كيعرفها. كيف ما كتشوفوا كاينه في الدخله ديال الصويره، قبل ما كتدخلوا للصويره الصويره كتدخلوا على يديكم اليمين وكتكملوا نتوما نيشان ويعني ما غادي تضروا لها هكا هكا يعني نيشان، غادي تمشيو حتى كتوصلوا لهاد البلاصه هذه اللي سميتها ديابات. غادي تشوفوا كيف ما قلت لكم في الفيديو جميع المعلومات ان شاء الله. ونخليكم مع هاد اللقطات باش تشوفوا كيفاش دايره.
وهنا تقدروا تقهوا او تاكلوا تيديروا حتى ما تيطيبوا هنايا. جلسه صراحه زوينه. نحاول نشد لكم غير هكا لقطات باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم راني خليت لكم الرقم ديالهم وخليت لكم حتى السميه، تقدروا تقلبوا على في انستغرام، راه دايرين الصفحه ديال انستغرام ديالهم. واخيرا وصلنا دابا لمدينة الصويرة، وبالضبط حنا كاينين في باب دكالة، غادي نمشيو نشوفو فين نتغداو، شي بلاصة اللي تكون زعما فيها كلشي. راكم عارفين الجروب كل واحد شنو تيبغي ياكل، حيت ماشي كلشي غادي ياكل الحوت، فقررنا اننا نشوفو شي بلاصة هنا في باب دكالة نتغداو فيها، ومن بعد ان شاء الله نبداو بالجولة ديالنا في الصويرة ونشوفو المناظر كاملة اللي زوينة في الصويرة. انا باقي دري صغير. شوف هاد الخبز جاب ليا الجوع. زعما طايه لا قادي تاعها في الدار. قالو الشفايف والعيال راه ما شافوني، شافو نهار راشد. دار نص نص، قوى نص نص. اش هو هادشي؟ هو الموسيقى. صافي. هو النشاط. الموسيقى الروحية. ايه هذا الشيء كيدير مظلم والله لا. السلام عليكم. ها هو وجهي تبعنا.
ما كانش قبل 100 ما كانش سيارة جات ترى من فين المهم البلاصه هذه هي الساحه اللي كيديروا فيها الفيستيفال ديال القناوه. كتكون هذه الساحه وكتكون الساحه الفوقانيه، ولكن هذه هي اللي كدير فيها المنصه الكبيره، تتكون هنايا كامل باش يكون عامر. واليوم كاينه شي حضره ولا ما عرفت شي حاجه كاينه اليوم في هنا في الصويره، قالوا لنا راه في الليل غادي يكونوا قناوه واقيلا هنايا، ماشي فيستيفال غير شي حاجه دايرينها هنا ما عرفتش شنو بالضبط. وصافي المهم حنا نمشيو دابا للمرصا، السقه اللي لقيناها مسدوده، اغلب الحوايج اللي زوينين في الصوره لقيناهم صراحه مسدودين، وحتى لي غيستورون كما شفتوا راه كلشي اغلبيه مسدود. الله يحسن العوان، الناس تكفصوا هكا بهذا المرض اللي كاين وهذا هاد الفيروس هذا، الله يفكو علينا يا ربي. واخا هكاك الصويره ما عمرهاش بزاف كيف ما كتكون، المهم هادشي اللي كاين. شتو كيما قلت لكم راه كلشي مسدود، ولكن غنقزو من هنا. وهذا هو البحر، الصوره كله داير بالصور.
تفرج في هذا الفلوق هذا. وما تنساوش لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم. اللي بغى يشارك في المجموعه غادي نخلي لكم اللينك في البار دافو اميكو فواياج اكادير، وغادي نخلي لكم كذلك حتى رقم التليفون اللي بغى يتواصل معنا. الرحله المقبله غادي تكون ان شاء الله في المرزوقه، وكاين برامج وحده اخرى كل مره كيكون جديد. ونقول لكم السلام وطلعوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. Oh, les amis, j'ai l'eau, les amis, oh, à la vie. Oh, à la vie, j'ai l'eau, les amis, oh, à la vie.